هيئه اكادير قلمي من العيون تنظم ملتقى سنوي ديال الدبلوماسيه الموازيه في مدينه الداخله بخليمو الذهب، وملتقى الوطني للعداله في مدينه العيون الساقيه الحمراء، وكجمعيه هيئات المحامين بالمغرب والهيئات المهنيه طبعا نشارك في هذه الملتقيات لاهميتها اولا استراتيجيه من حيث الدبلوماسيه الموازيه، وكذلك في ركيزه من ركائز دوله الحق والقانون والديمقراطيه وكرامه المواطن المغربي الا وهي العداله. لذلك فنحن كجسم الدفاع ك يعني طليعه المدافعين على حقوق الانسان وحقوق المغاربه وكرامتهم نكون مشاركين ومساهمين في اغناء النقاش وتفعيل طبعا المبادئ التي نلتزم من اجلها وندافع عنها، وكذلك طبعا تنزيل رسالتنا الكونيه التي يعني يدافع عليها المحامين. لذلك نتواجد اليوم في هذه الارض الطاهره التي تهم المغاربه والمغاربيين بصفه عامه. اكيد ان اليوم طبعا العالم باسره يعرف ما هي المشروعية التاريخية للمغرب في الصحراء وللصحراء في المغرب، لكن الترافع اليوم هو ترافع قانوني محض، لأن المنتظم الدولي يرتكز على القانون الدولي. لذلك فإذا كان الكل، أقول الكل والأعداء قبل الحلفاء، يعني يفهمون ويعرفون ومقتنعون بأن الصحراء المغربية، يجب علينا اليوم أن نكون في الواجهة القانونية، والمحامين طبعا كطليعة الدفاع على المشروعية وعلى العدالة فهي لديها الدور المحوري في الدفاع على هذه القضية. لذلك يجب أن يكون الملف، هذا الملف الذي يهم وحدتنا الوطنية ويهم الشعب المغربي، قاطبة أن يكون بين أيدي أهل الاختصاص للدفاع عليه، كما دفع عليه زملاؤنا وقيادمتنا في السبعينات لما ترافعوا في محكمة العدل الدولية بذكر الفقيدين عبد الرحيم بوعبيد أو عمر بن جلون في محكمة لاهاي. لذلك يعني يجب أن نرجع المسائل إلى نصابها، لأن القضية مسألة قانونية ومسألة حقوقية للدفاع على المصداقية وعلى المشروعية. نعم المشروعية التاريخية هذه لا غبار عليها، ولكن لا يمكننا اليوم أن نكتفي بذلك، ولكن الجبهة الحقوقية والقانونية على المحامين أن يكونوا طبعا هم من يحملوا مشعل هذه القضية للدفاع عنها، خاصة وأنهم كجسم واحد مؤمنون أكثر من غيرهم بعدالة وبحقانية قضيتنا الوطنية كقضية عادلة، لا نسمح لأحد أن يتلاعب فيها، لأنها تعتبر يعني ركيزة من ركائز أول الهوية الوطنية، وثانيا عمقنا الاستراتيجي.